اهلا مرحبا اخوكم فارس بن راشد بن سلمان الحجري، مواطن من سلطنه عمان، حاليا في ولايه فرجينيا الولايات المتحده الامريكيه. الحلقه هذه نغطيها ما يتعلق بارتفاع انزيمات الكبديه او الفشل او امراض الكبد او اي مشاكل صحيه تتعلق في الكبد. طبعا مشكلة الكبد طبعا ممكن العلاج بالمساخن حسب أبحاثنا توصلنا إليها منافع كثيرة فيما يتعلق. أول شيء الماء الساخن يغذي الكبد بالهيدروجين بجانب إلى العناصر المغذية للكبد، وهي وجمعوها الماء والطاقة والأكسجين مع الهيدروجين. طبعا الكبد يخزن اكبر نسبه الهيدروجين. اكتشف العالم الامريكي البنز جورجي مكتشف فيتامين جيم، وهو حائز على جائزه نوبل في الكيمياء الحيويه. اكتشف بان جسم الانسان يخزن احواض هيدروجينيه، يخزن الهيدروجين بداخل الاحواض الهيدروجينيه. كيف؟ بداخل أعضاء جسمه، يعني أعضاء جسمه تتكون من أحواض هيدروجينية، والكبد يخزن أكبر كمية الهيدروجين. ومعروف بأن الكبد يصفي الجسم من السموم، فبالتالي هو يخزن السموم، يأخذ كل السموم، يستوعب السموم ويصفيها. لكن يوصل مرحلة أن الشخص يصاب بفشل مشاكل في الكبد، أمراض الكبد، وكذلك الارتفاع غير طبيعي في انزيمات الكبدية، وهذه كلها نتيجة النقص الشديد في نسبة كمية الهيدروجين بداخل الحوض الهيدروجين بالكبد كما أسلفنا، حيث أنه يخزن أكبر كمية الهيدروجين. طبعا لا توجد وسيلة تغذية الخلايا الجسم بالهيدروجين بما فيها الكبد إلا وسيلة واحدة. الطريقة الوسائل هي وسيلة برنامج صحي وعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن، لأن توصلنا بأن مجرد الماء يوصل لدرجة سخونة التي أشرنا إليها، التي وصينا اللي هي درجة 50 درجة مئوية لدى الكبار و 40 درجة مئوية لدى الصغار، هي وسيلة الوحيدة بحيث أن الهيدروجين والأكسجين ينفصلان. طبعا هناك شرح علمي دقيق فيما يتعلق بهيدروجين ايونز وهيدروجين هيدروكسيد ايونز، لا نستطيع ندخل بتفاصيل لان هذه الحلقه نغطي فيما يتعلق فقط مشكله الكبده وارتفاع غير طبيعي في انزيمات الكبديه. لذلك مع الاستمرار مع المواظبه بالبرنامج الصحي والعلاجي لطريقه تناول الماء الساخن وفق البرنامج المحدد، وفق الكمية المحددة يوميا، وفق درجة حرارة المحددة، وطريقة التوزيع بحيث لا يتجاوز عن 3 ساعات بين جلاس ولا جلاس آخر أو كأس أو كوب بين الأول والثاني. وهناك شرح أكثر من ذلك لماذا ننصح عدم تجاوز أكثر من 3 ساعات بين الكأسين بين الفترتين. لذلك مع الاستمرار مع المواظبة مع الالتزام بالبرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن تكون هي وسيلة لتغذية خلايا الكبد بالهيدروجين وحفاظ على كمية الهيدروجين بداخل حوض الهيدروجين بداخل في الكبد. وهناك دلائل أخرى لا نستطيع ندخل بجميع التفاصيل، لكن باختصار الشخص يستوعب الهيدروجين عن طريقة في بداية تكوين مرحلة تكوين الإنسان بداخل رحم الأم، يعني طفل جديد. طبعا رحم الأم محاط بسائل أمنيوسي، سائل أمنيوسي هو بالتحديد ماء ساخن كما أسلفنا عدة حلقات تحدثنا كذلك. لذلك لأنه يتكون من نسبة 99% ماء وبدرجة حرارة 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى عن درجة طبيعية للأم في الحالات العادية غير الحمل. لذلك مع خلال فترة نمو الجنين 9 أشهر 24 ساعة حرارة هذا السائل هو ماء ساخن، يعني محافظة على حرارة ثابتة. لذلك يتغذى الجنين بالهيدروجين من خلال السائل الأمنيوسي وهو الماء ساخن.
السائل لم يسيء الماء ساخن. لذلك أشرنا بأن الماء الساخن هو مصدر في خلق وتكون كل إنسان، هو أساس في تكون الإنسان سبحان الله. لذلك لكن لما الإنسان يأتي الطفل يتولد ينفصل هذا، يبقى أنه لابد أن الإنسان يواصل ويواظب البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن كأساس. وطبعا هناك أساليب صحية وعلاجية أخرى مثل العلاج ببخار ماء ساخن، العلاج بكمادات ماء ساخن، علاج بالهواء الحرارية، يعني عدة أساليب صحية وعلاجية مختلفة. طبعا الأساس هو العلاج الداخلي أو تناول برنامج تناول ماء ساخن. لذلك مع فترة طبعا يحصل الكبد خفزا يعيد تخزين كمية الهيدروجين. لذلك مشاكل في الكبد، الكبد يعني تولد الإنسان، يأتي الطفل في الدنيا يكون خلاص يعني مو يعني مشبع بكمية كافية من الهيدروجين بداخل أحواض هيدروجينية طبعا في الكبد والكلية والكليتين والأمعاء وكذلك يعني عدة أعضاء جسم الإنسان تخزن أحواض هيدروجينية. ولذلك طبعا مع الحياة العصرية مع استخدام الأدوية لكون معروفة أن الأدوية هي تؤثر من الدرجة الأولى الكبد، لأن الأدوية هي تحمل مواد كيميائية. ولذلك إذا ترون حتى وصفة ورقة الكل التي يكتب فيها عن مخاطر الأدوية، شوف بتلاحظ أنه مكتوب عليه طبعا تأثير في الكبد. الكبد هو من الدرجة الأولى يتأثر من الأدوية، أدوية مواد كيميائية يضطر الإنسان أو المريض يتناولها للحفاظ على الصحة والعلاج. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، والعلاج ليس مثل العلاج الطبيعي، والوقاية من الإصابة بالأمراض من خلال الالتزام الكامل لبرنامج صحي والعلاجي لطريقة تناول ماء ساخن. مع السلامة.